للمزيد من التفاصيل انضم إلينا من جدة المحامي الدكتور عمر الجهني. مساء الخير دكتور عمر، أهلا بك معنا. مساء النور وحياكم الله يا طويل العمر، ومساء النور على قناة مشاهدي قناة الإخبارية. حياك الله دكتور. بداية دكتور، كيف رأيت خدمة حاسبة المدد النظامية؟ بصراحة هي خدمة مميزة وممتازة جدا وجاءت في وقتها، يعني كنت أتمنى أن هذه الخدمة تقدم قبل سنوات، ولكن ما حصل اليوم بتفعيل هذه الخدمة هي تخدم فئة متضررة كثيرة لا يعلمون بحقوقهم أو متى يتقدمون بتقديم الاعتراضات أو القضايا أو الدعاوى التي يريدون أن يرفعون الضرر عن أنفسهم. كما تعلم أن ديوان المظالم يستقبل كثير من الدعاوى، وهي الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظام الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد، كذلك دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوات الشأن، يعني متى كان مرجع الطعن فيه مكتمل الشروط، كذلك تستقبل قضايا الاختصاص التي من اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية، كذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام، يعني دعاوي مثل دعاوي التعويض التي يقدمها ذوي الشأن عن قرارات أو أعمال جهة إدارية، الدعاوي المتعلقة بالعقود، يعني كثير من الدعاوي التأديبية والمنازعات الإدارية تصب في 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 حوكمة وقضاء ديوان المظالم هو القضاء الإداري. لذلك لكل ما ذكرت هناك مواعيد وشروط لازم أن تستوفى في صحيفة الدعوة أو تقديم الدعوة، ومتى يقوم المتضرر بالاعتراض على قرار إداري لكي يلغي. صدر هذه المنصة التي قدمتها هي الإلكترونية في ديوان المظالم، كانت حسب علمي بأنها قدمت يعني إرشادات جيدة للمستفيدين من هذه الخدمة أو من الذين يريدون تقديم الدعاوى والاعتراضات في وقت محدد حتى تقبلها محاكم ديوان المظالم. نعم، كانك تقول دكتور، يعني دكتور عمر، يعني هل كان يقع ضرر على من يريد إلغاء ربما القرار قبل هذه الحاسبة الرقمية؟ نعم، هناك تضرر الكثير من الفئات، يعني الذين لا يعلمون مدى قانونية أو ثقافة قانونية من قبل سواء ديوان المظالم أو القضاء الإداري، ليس لهم الخلفية أو الثقافة القانونية في القضاء. هناك كثير من التواريخ وكثير من الشروط التي يعني اشترطتها وقام النظام ديوان المظالم بوضعها حتى يستقبلون دعوة إلغاء القضاء القرار الإداري. مثلا عندك إذا موظف من الخدمة المدنية، مثلا ضرب مثال فصل، عليه أن يقدم في النظام، أعطاه فرصة 60 يوما أن يقدم لديوان المظالم، ولكن قبل أن يقدم لديوان المظالم أن يكون قد قدم إلى وزارة الخدمة المدنية، وبعد مضي 60 يوما أن يرفع لديوان المظالم. إذا لم يرفع قبل 60 يوم ما يقبل منه حتى يعني يقدم الاعتراض أو يطلب رفع الضرر عنه من قبل وزارة الخدمة المدنية سابقا. كذلك من تعدى الفترة القانونية ولو وقع عليها ضرر، النظام لا يجوز أن تستقبل الدعوة منه إطلاقا، وهذا فيه شيء من الإجحاف على المتضرر. وهنا وضحت ديوان المظالم بهذه الخدمة قصدك الفترة القانونية كيف دكتور؟ أن تخبر المتضررين طيب، قبل أن يقع الضرر عليه. لو تعطينا مثال دكتور عمر، يعني الفترة القانونية ماذا تقصد فيها؟ الفترة القانونية عندنا طبعا لو أنا عندي دعوة أو قضية أن موظف في 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 أحد الوزارات في وزارة ما أخذ عليه مثلا، طبعا وضع على درجة أو جريد وزملائه على أعلى درجة منه، يعني هو على الدرجة الخامسة وزملائه وضعوا على بنفس مواصفاته ونفس شهاداته على الدرجة السابعة، وهو استحق السابعة مثلا. فبعدما أن قدم لديوان المظالم كان مفروض أن يقدم بعد ديوان المظالم بستون يوما،
فات عليه القطار على ما ذكر وأصبح يقع في نفس الضرر الذي هو عليه يترقون زمنه وأصبح ضرره بأثر رجعي. يعني حاولت أن أوضحه هنا لعل رئيس ديوان المظالم أن ينظر في هذا الأمر حيث يضع لهم وضع خاص. طيب أبقى معي يا دكتور عمر نشاهد وياك والمشاهدين ونعود إليك بعد قليل. ديوان المظالم يطلق حاسبة المدد النظامية نتابع. أعود إلى ضيفي من جدة المحامي الدكتور عمر الجهني. أهلا بك من جديد دكتور عمر. دكتور عمر يعني هل هذه الخدمة تعتبر خدمة نوعية لأنها تتيح معرفة الإجراءات القضائية بطريقة سهلة ميسرة؟ نعم نعم تفضل. الخدمة تعتبر خدمة إرشادية يعني الآن يعني حتى تقدم أي قرار تدخل على هذه الحاسبة هي تحسب المدة لك النظامية هل يحق لك أن تقدم أو لا. يعني في توقيت اللي تحدثت عنها الفترة نعم القانونية. في توقيت إلغاء القرار الإداري هناك 10 سنوات من نشوء الحق بعد 10 سنوات لا يحق لك أن تقدم ما يحق للموظف أو المتضرر من القرار لإلغاء القرار يريد إلغاء القرار الإداري بعد 10 سنوات النظام كفل له 10 سنوات بعد 10 سنوات لا يستطيع أن يقدم كذلك أن لا يتقدم لديوان المظالم نعم. قبل أن يصدر قرار من الوزارة المعنية ديوان الخدمة سابقا وينتظر 60 يوما إذا لم يتم الرد من قبل هذه الوزارة يعتبر أنه صدر قرار فيه فيتقدم إلى ديوان المظالم بإلغاء القرار الإداري. يعني قصدك من الوزارة نفسها اللي يعمل فيها؟ نعم يجب أن يتقدم أول شيء بحسب من نشوء الضرر أو من نشوء القرار يتم بتقديم إلى وزارة الخدمة المدنية وينتظر 60 يوما بعد ذلك له 60 يوما حتى أن يقدم في ديوان المظالم إذا لم يقدم بعد 60 يوم يفوت عليه هذا التظلم. نعم الله يعطيك العافية كلام معنا من جدة المحامي الدكتور عمر الجهني شكرا جزيلا لك دكتور عمر.